وللحديث حول قانون رقم 79 لسنة 95 الذي استندت إليه الحكومة عند اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين ينضم إلينا في الأستوديو الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي أهلا وسهلا بك دكتور محمد دكتور محمد مباشرة إلى الموضوع ما هي ملابسات إقرار قانون رقم 79 لسنة 95 الذي أعطى للحكومة الحق في رفع سعر البنزين البنزين عفوا منفردة دون الرجوع إلى المجلس بداية هذا القانون هو اقتراح بقانون قدم من مجموعتين من النواب اقتراح بقانون قدم من نائب أحمد باقر وأحمد الخطيب وعبد الله الرومي وحمد الجوعان وعدنان عبد الصمد بشأن الحد الأعلى للرسوم وقدم وقدمت مجموعة أخرى أيضا هي مبارك دويلة وسالم الحماد ومحمد ضيف الله شرار وأحمد النصار ودكتور ناصر صرخو اقتراح بقانون بشان الحد الاقصى للرسوم والاسعار المستحقه مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق العامه. هذا هذين الاقتراحين تم احالتهم للشؤون الماليه اثير في لجنه الماليه بعدم دستوريه هذين الاقتراحين بقانون لمخالفتهما الماده 134 من الدستور التي تقول انشاء الضرائب والضرائب انشاء الضرائب وتعديلها وإلغاء لا يكون الا بقانون. رئيس المجلس كان في في في, في ذلك والمجلس طبعا مجلس امه لفصل التشريع السابع في دور العقاد الثالث تحديدا قدم هذا الاقتراحين كان رئيس المجلس احمد السعدون احال هذه الشبهه الى لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه في تاريخ 3/5/1995 انتهت لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه برئاسه حمد الجوعان والمقرر شار العجمي بعدم وجود شبهه دستوريه ثم احيل هذا الاقتراح الى الى المجلس وناقشه في 16/8/1995 وافق جميع الاعضاء الحاضرين في ذلك الوقت على هذا القانون التي الذي الذين اعترضوا على هذا القانون هم الحكومه الحكومة اعترضت على هذا القانون مهم. وطلبت عدم إقرار هذا القانون إلا أن المجلس أيضا استثنى هذا هذا القانون من المداولة الثانية التي يجب التصويت عليه بعد أربعة أيام نعم. فخلص حاضر بحاضر في نفس الجلسة وبعد ذلك أيضا المجلس عاند الحكومة وأيضا استثناء حاله للحكومة طبق النص المادة 65 بصفة أن يعني يصدر بصفة الاستعجال من الحكومة طيب رغم معارضة الحكومة لهذا القانون أنذاك لكن نجدها اليوم تستند عليه في قضيه رفعها لاسعار البنزين النتيجه اللي ابي اخلص اليها من هذا السؤال هل اذا رفع البنزين بهذه الطريقه مشروع قانونا دون طبعًا الرجوع للمجلس طبعا اختي الاختصاصات الاختصاصات الممنوحه للسلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وايضا للامه محدده في الدستور والقانون طالما ان هناك قانون قد اعطى للحكومه صلاحيه رفع اسعار البنزين والخدمات ايضا عن طريق الهيئات والمؤسسات العامه التي تملكها التي تملكها الدوله فلا لا غبار على عمل الحكومه اذا استخدمت حق منصوص عليه في في القانون وفي ذلك ايضا لو نرجع لعام 1962 وتحديدا في جلسه في الجلسه رقم 31 نعم التأسيسي بتاريخ 25 ديسمبر في هذه الجلسه تقدمت الحكومه باقتراح قانون بتعديل ماده من مواد القانون رقم 7 لسنه 1960 بشان الوظائف العامه المدنيه المجلس التأسيسي اعترض على هذا هذا التعديل وهدد بالانسحاب من من الجلسة حتى تم استشارة الخبير الدستوري عثمان خليل فقال لا يجوز التصادم مع حق من حقوق الحكومة إذا استخدمت هذا الحق إما بالاعتراض أو الانسحاب لأن ذلك مخالف لأصل من الأصول الدستورية بأن ذلك يعتبر هناك تجاوز على اختصاص ممنوح للحكومة وبالمثل المجلس إذا استعمل حق من حقوقه وبالتالي استخدام الحكومة لأمر واقع وحق ممنوح لها في الحكومة لا يجوز الاعتراض عليه ولا 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 حتى 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 إلا الانسحاب ولا حتى تقديم استجواب لأن ذلك يخالف أصل الأصول الدستورية بأنه لا يسأل شخص عن حق استخدامه مشروع. طيب هذا القانون الذي صدر في سنة 95 بموافقة نيابية أنذاك وبإصرار نيابي أنذاك رقم خلاف الحكومة مع السلطة النيابية أنذاك لأنها اليوم تستند على ذات القانون الذي سبق وأن رفضت القانون رقم 79 عفوا لسنة 95 يرفع اللوم تقريبا كليا عن المجلس الحالي على اعتبار أنها حقبة مغايرة بنواب مختلفين إلى حد ما يعني الغالبية أتوقع ليسوا هم في في ذات المجلس 95 كيف برايكم كل المجلس الحالي مواجهه تداعيات هذا القانون ان امكن بداية يعني نعرف أن المجلس اجتمع مع الحكومة اجتماع ودي واجتماع اجتماع تعاون فانتهى إلى إلى إلى, إلى توفير ضمانة أو تعويض للمواطنين ب 75 لتر. تعالي خلينا نقرأ الدستور في هذه الجزئية المحددة، الدستور ماذا يقول؟ يقول ومن المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود دون اللجوء لإجراء استثناء البحث يقصد الحل. فالصالح العام هو رائد الوزيرة في الحكم وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة البرلمانيه، فوحده هذا الهدف اللي هو الصالح العام، فوحده هذا الهدف كفيل بضمان وحده الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومه في تقدير الصالح العام على كلمه مساواه. هذه العبارات جدا 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 مهمه جدا للناس، لانه بالتالي الامه الامه حدد لها المشرع الدستوري متى يكون لها دور في القرار وما يكون لها دور في الراي في خلاف يكون الامه دور في في اتخاذ القرار في صناديق الانتخاب فقط بعد ذلك هي فقط تبدي دورها يصبح دور الراي نعم اذا المجلس اذا المشرع الدستوري قد اعطى صلاحيه تقرير ما هو صالح للامه صالح للمجموع فقط لسلطتين محددين على سبيل الحصر مجلس الامه والحكومه على كلمه سواء هذه الكلمه لم يحدد الدستور ماهيه هذه الكلمه قد نعم تكون في اي قرار قد تكون في اي اتفاق قد يكون 100 دينار قد يكون ألف دينار اذا الحلقه يكون توافقي بين الحكومة توافق والمجلس. توافق والمجلس جداً جداً بغض النظر عن ما قد يمكن استخدامه من قبل السلطة النيابية لتعديل هكذا قانون. يجوز طبعا. طبعاً أول شيء ما, 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 ما احترام لكل الآراء عثمان عبد الم... عثمان خليل بين ان اعتراض على حق من حقوق حكومه المصرف في الدستور غير جائز دستوريا ولا تجوز المساءله في ذلك الامر الاخر انت كمجلس تريد ان ان تتجاوز هذه الازمه اللي دفعتك الناس فيها والضغط من الناس تقدم اقتراح بقانون بتعديل الماده الثانيه من القانون رقم 79 لسنه 95 وحدث ذلك تم تقديم اقتراح بقانون نعم. من العدوى وعتم الخميس ولا وال... مجموعة نعم هذا دور اعضاء مجلس الامه لان الدستور دائما يوجه يقول من المامول باطمئنان أن, طيب أن يسود هذا جو التعاون. من جهة نواب مجلس الأمة ومن المفروض أن يقوموا به وقد قاموا به من ناحية اقتراح قانون لتعديل القانون السابق 95، اليوم أيضا لأن هناك مثل ما نقول أيضا غضب عارم من قبل الشعب على هذا القانون تحديدا ورفع أسعار البنزين، وفقا للقانون أيضا الذي صدر في عمر هذا المجلس، مجلس 2013 والذي يعطي المواطن الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية، هل بإمكان المواطنين الذين يشعرون بأن هذا القانون يؤثر بشكل أو بآخر عليهم التقدم بطعن في هذا القانون، قانون رقم 79 لسنة 95 أمام المحكمة الدستورية وقد يفضي أيضاً إلى نتائج؟ القانون رقم 109 سنة 2014 بتعديل المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية وكذلك المادة 160 من الدستور من الدستور تقول حق التقاضي مكفول جميع الناس يجوز لأي مواطن يرى نعم. أن هناك أن, هنا أن هذا أن المادة الثانية غير الدستورية فيها شبه دستورية على خلاف ما قرره المجلس الأمة السابع الذي كان برئاسة السعدون قال أنه أن هذه المادة الدستورية أن يتقدم بطعن المحكمة الدستورية الأمر المهم أختي لازم نفهم نفهم تماما توجه الدستور الدستور قال قال آآ آآ وحدة الاتجاه وتلاقي مجلس الأمة والحكومة في تقدير الصالح العام على كلمة سواء، إذا الصالح العام أنت كأنت كمواطن عندما أو جماعة من الناس عندما ترى أنه ليس هناك صالح عام في هذه في في هذه الزيادة، بالتالي هذا هذا ما تقررنا ليس هنا ما ليس صالح عام إنما أنت تتحدث في المصلحة الشخصية لك، لأن الدستور لم يقل مصالح المجموع، قال صالح عام وهناك فرق بين الكلمتين، هذا أولا، ثانيا الدستور نفس نفسه يقول أن من يقدر هذا الصالح العام هو مجلس أمة والحكومة وأنت اخترت قررت منهم معظم الأمة اذا انتهت المساله بالنسبه اليك فقط تبدي رايك ليس قرار الناس تتحدث انها هي التي يجب ان تقرر وهذا يخالف ولكن المنظومة. عن طريق قانون الطعن, الطعن. في أنت المحكمه الدستوريه أنت يستطيع المواطن من منطلق هذا الحق نفسه. الممنوح له ان يذهب الى المحكمه نعم. وبالتالي عبر الرأي منه. المجلس نفسه مجلس 2013 زين يعني سن سنه حسنه بان اعطى للمواطن الحق في الطعن امام المحكمه الدستوريه واضح. في ذلك لذلك نتمنى الناس أن لا تخرج من المنظومه الديمقراطيه التي بينها الدستور نعم. وبين اختصاصات المجلس واختصاصات الحكم واختصاصات الامه بانها تقرر في يوم واحد صندوق انتخاب وان تذهب الى المنظومه الشخصيه بما يخالف كلمه الصالح العامل اتضحت الصوره، الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء معنا